ساهر في فترة كانت كل الناس بتقول كاظم، فانت جيت لهم في قمة هذه اللحظة، ودي ميزة فيك عموما. يعني بشكل عام انت بتعمل الحكاية دي، بيبقى في حاجة كده في المجتمع كده. طبعا بلقط الحكاية، بتلقط الشخصية دي بالظبط كده. قول لي ما قابلتش كاظم؟ قابلته في حفلة وسلمنا على بعض وقال لي جميل. لا يا سيدي. طبعا. ومفيد فوزي. لا كتير جدا جدا. مبسوط هو؟ طبعا مبسوط. اسمح لي. عفوا. في حديث المدينة. عفوا اسمح لي. اسمح لي. انا في مرة من المرات جه دخلت عسكري. قلت له اسمح لي. عسكري ماسك واحد، قلت له اسمح لي موديه على فين؟ العسكري قال لي مش عارف، انت ما قلتليش اوديه فين. وكأن مفيد الاستاذ مفيد هو اللي حكم عليه يعني. يعني ما بتشوف سينما ومسرح؟ طبعا. متابع الحركة. شفت هنيدي؟ طبعا. ايه رايك في هنيدي؟ بامانه كده بلا حساسيه يعني. طبعا اكيد هو دلوقتي بينال ثمره مجهود. بصرف النظر على عن تقييمي او تقييم الاخرين لي، هو رغم انف الجميع هو الممثل السينمائي اللي بيجيب اكبر ايراد، نجم اللحظه، نجم اللحظه، واللي الناس كلها بتروح له عشان تتفرج عليه. وانت بتروح؟ طبعا. مفيش انا مفيش عمل. وبتضحك ولا بتتفرج؟ لا انا ما بضحكش كتير خالص. بضحكش كتير. كنا فاكرين انك بتضحك. كنت بضحك. مساله على المسرح. كنا جايبين لك على اساس انك بتضحك. لا اصل احنا لما بنشوفك بنضحك. خدته يعني. لا في الانترفيو. حاجه مختلفه خالص. انا بقى مش انا اللي بتكلم. سافرت بلاد؟ سافرت؟ لا انا مصر. مصر كله. مصر. لان اللي انا بقوله والماده الفنيه اللي انا بقدمها نابعه من مصر وما يسمعهاش غير المصري. لا غير كده يمكن تتفهم انها تريقه. بالظبط. في اماكن اخرى يعني. بالظبط كده. والله حاجه جميله منك دي، انت عارف يعني حفاظك على برضو يعني احترامك للناس اللي انت بتقلدهم وكده. طبعا انا في بتسمع محمد منير؟ انت بتسمع غني؟ طبعا معجب بيه يعني. طب محمد صديقي جدا جدا. لا يا شيخ. بس هو كلمني مره وقال لي ما كفايه يا عزم. قال لي كفايه يا اخي. يعني عايز ايه يعني ابطل الشغلانه دي يا اخي؟ شوف لك حد تاني. شوف قلده. شوف لك حد تاني يا اخي. انا اصحاب يا اخي. عزم خلاص. خلاص يا عزم. حفلتين ورا بعض. حفلتين في الراس توجع يا عزم. يعني ايه؟ هو بيتكلم كده ازاي بالظبط كده؟ بالظبط كده. يعني انا مثلا من وانا بعمل الاستاذ عبد الرحمن الابنودي. في شطرتين كده الناس بتضحك فيهم قوي. انا اقول لك كده تركيبه من الحاجات اللي انا عملتها لحضرتك. يعني بقول وانا قاعد ومجعمز اتفرج على النساوين وهم بيخبزوا الفطير في الجر، اني قلت لازم اكتب قصيده فطريه. طريه مشلتتة. كيف ما في يوم من الايام حبيت اكل لحمه فكتبت ملحمه طويله واكلتها لوحدي. والمعنى في بطن الشاعر. انا هحكي لكم الحكايه من الاول. وانا قاعد مع عوض والدنيا ظالمه، قلت له روح لامي تكي خليها تعلي اللمبه. قول لها يا رندا علي اللمبه دليل نعسان. صرصار الغيط عض في صرصور ودني لوادي حسين. حسين عيط لامه قال لها عايز تلفزيون بريموت بيدلع عليها. قالت له هو احنا حدانا الجوت؟ ده اخوك راح الدش او جاله عليه ما عندهش فلات فوت. نجيب لك تلفزيون بريموت ولا نجيب لاخوك فلات فوت؟ لو والله ما كنا بننام غير لما الليل ياجي، والليل كان يجي عندنا دايما بالليل. الجزئيه بتاعت الليل. وارجع تاني اقول والليل كان يجي عندنا دايما بالليل. مفيش يعني انا ما قربتش يعني قربت لشهره الشخصيه وحب الناس للشخصيه. ف
وعلى فكره انا في لحظه من اللحظات حسيت وتخيلت ان شخصيه الاستاذ عبد الرحمن الابنودي هتبقى صعبه قوي، عشان مش برضو يعني ايه، مش كل يوم في التلفزيون وكل الناس شايفينه كل يوم وبيتكلم، في ناس مش هتعرفه. انت لما قدمتها لاول مره اظن كان في رمضان. بالظبط اول مره انا كنت في غرفه الانعاش. لا في المستشفى استناني بس انا ما كنتش اعرف والله. حاول ما انت ما تعرفت، بالعكس اصل انت اول مره هي تقريبا افضل مره انت بالظبط قدمت فيها. انا بعد كده دخلت عليها ظلال ورتوش فانحرفت سنه عن الاولاد. لا والله فجوني جوني البنات في المستشفى متحمسين جدا، كانوا سعداء وقالوا لي عزب قلدك النهارده وبتاع، لكن كان الراجل كان محترمك. الحمد يعني لله الحمد لله. خلاص وباقي كل اللي قابلني يقول لي الحكايه دي شويتين، واكتشفت انت حكايه الطين. فبقيت اقابل ناس يعني مش مبسوطين قوي من فكره يا استاذ معلش اول حاجه اتقالت هي الطين، هي اساس الموضوع ده كله. معلش يمكن الاداء يمكن النطق، انا عشان المره الاولى ما شفتكش فيها. فانا شفتك بعد كده في ايه بقى؟ في حفله. في حفل. حفله ثانيه. بعد كنت جيت انا ورجعت وكلام من ده وخفيت الحمد لله. الحمد لله. فلقيت الحكايه دي عجبني الشكل، عجبني ان انت يعني قلت يعني هو محمود ما كلمنيش ليه مثلا؟ كان ممكن يعني ايه نساهم في ان ممكن يتقال ايه او ما يتقالش يعني ايه يعني شويه ايه سنه شعر على سنه بتاع يعني يبقى فيها بس ايه طعم الكلام اللي بقوله الى اخره يعني. المهم بس كانت تبقى كتير عليا بصراحه ان كنت لا ما هو هيبقى يعني برضه يعني المهم كتير ايه يعني كتير عليا ان انت تقول لا ده انا بحبك انت عارف ان انا بحبك، واحنا لما التقينا اول مره كان يعني بالظبط كده كان لقاء يعني جميل لقاء حقيقي مش هزار طبعا جميل جدا. بعدين معجب بيك عجب يعني ربنا يخليك بجد يعني ربنا يخليك. طيب قلت ليش برضو ان مستقبل مهنتك دي السينما والمسرح طبعا يعني هتمثل بقى همثل سينما ومسرح يعني شويه شويه انت ايه خالي بتنسحب من هذا السوبر. وعلى فكره هو 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 سكه كويسه جدا ان انا اعمل يعني المنوعات حاجه كويسه جدا جدا، لكن انا المساله بالنسبه لي ايه، عايز المناخ اللي اادي فيه بصوره غير المنوعات. المنوعات ممكن متاح ان اي حد يتكلم ويرد عليا ويطلب قهوه ويطلب شاي وكده يعني، لكن يعني انت اقرب حاجه ليك يعني انك انت مثلا تمثل دور عامل تشغيل اي حاجه وعندي سكه حديد خلاص متفق على حاجه منسي في كشك بالظبط كده بالظبط كده. المهمشين والمهملين في المجتمع دول المجتمع ممكن انا متهيئ لك، وده راجع لشكلك ولا لاحساسك نفسك؟ لاحساسي طبعا. وشكلك الحقيقه يعني لو قلعت البدله متهيئ ممكن اعمل اي حاجه اعمل حاجه عايزها. اولا يعني احنا انا والله سعيد يعني وانا أنا سعيد موجود بيه. معاك قول لي بقى نقاط ضعفك الحقيقيه، تعال ناخدهم واحده واحده. تجاه اسرتك يعني فيه نقطه ضعف نقط ضعفي تجاه الشغل الاول يعني العمل والفن اللي هو يعني. الفن ممكن اكون انا مطالب بان انا اعمل حكايه تكلفني كتير قوي فما يهمنيش منين وفين وليه، المهم ان دي تتعبل ودي ممكن تجيبك الارض يعني ممكن تجيب بس وبيحصل يعني ما انا قاعد معاك وما تعرفش ظروفي ماديا عامله ازاي، مساله عاديه جدا لكن مستمر وبحاول وبجتهد وكده يعني. عندك فلوس؟ لا لا يعني عندك لا شويه لا لا يعني لا خالص، يا دوبك ربيت الولاد وعايشين في بيت كويس شقه كويسه وبياكلوا كويس وهم اولاد كويسين قوي وده اكبر مكسب. فرحانين بيكم؟ طبعا انا فرحان بيهم اكتر. وتجاه الاسره برضه؟ طبعا طبعا انا عندي ابن في المودرن اكاديمي فخمسه بكالوريوس كمبيوتر وعندي بنت في كليه التجاره وعندي ابن في اولى اعدادي يعني السنة. انت كبير ولا اتجوزت وانت طفل؟ اتجوزت وانا طفل هم اتجوزوا